هن نساء حرفيات قدموا من مختلف ربوع الوطن بغية المشاركة في الندوة الوطنية الأولى حول المرأة الريفية ضمن عالم المقاولاتية آفاق 2030، وذلك تزامناً واليوم العالمي للمرأة الريفية، فكانت لهم الفرصة لعرض منتوجاتهم وشغالاتهم في نفس الوقت. مؤسسة المصغرة خاصة المرأة الريفية، قمنا بإبرام اتفاقية مع وزارة السياحة، زميلي راه موجود وزير السياحة، مع وزارة السياحة باش نخليوكم تعرضوا كمؤسسات مصغرة على مستوى المؤسسات الفندقية وغرف الصناعة التقليدية على مدار السنة. وبالتالي راهي دخلت حيز التنفيذ، كانت دخلنا في الطرف، كان فيه عرض على مستوى الفندق نظرا للجائحة، تعطلت الأمور، ولكن احنا برمنا اتفاقية وراهي ماشية في إطار التنفيذ أن تعودوا تعرضوا في المؤسسات الفندقية. ملوكي فاطنة حرفية قدمت من ولاية أدرار، تسعى من خلال مشاركتها في مختلف المعارض إلى الترويج للثقافة الصحراوية بغية المحافظة على التراث وجعله مصدرا للتنمية الاقتصادية. هي كي تشدي الطورات لازم تسوقي واش تخدمي وتستفي، ما كانش منها هذه. انا كاني نقول يعاونوا ماشي الا في هذه البنات هادو اللي هم قاعدين، منها تنقص البطاله والناس تولي العاده نتاع الجدود، تولي لينا العاده نتاع الجدود. والله انا دوك نقسم روحي بين الجمعيه والتكوين المهني ونعلم البنات يجوني حتى لداري، والله ما عندي وقت ولادي، والله العظيم لا كان وين دخلت حتى المغرب العشاء ندخل للدار، تعيط لي وحده ما في دارها من نمشي، واش لا باش نكرجها ما تموتش التراث نتاعنا. بالنسبه للسيده هاجر تهامي، فضلت الاستثمار في مواد التجميل الطبيعيه وتطمح لتطوير مؤسستها وتكوين العديد من النساء في هذا المجال مستقبلا. جاتني من الخلطات الطبيعية نديرهم في الدار، كنت ندير في الدار هكذا نتاع وحدي ليا هكا لي لا فامي، ديري هذيك ديري هذيك. ومن بعد كي حبيت ندير دورات شفت في الانترنت، دائما على الانترنت كي شفتهم يديروا، قلت على ما نطولش روحي على ما نشوفش حاجات ما خير، وكنت نخرج بزاف هكا الخارج ولا نشوف هذو النساء كبارات حاطين هذو لي برودوي، يعني حاجة مليحة. ندير كريدي با نخدم با نجيب دراهم، نو ماشي هكاك، هو ابداع، هو حاجه تحبي انت تطوري فيها، تحبي انت تنجحي المشروع تاعك. تشجيع المراه الريفيه للمساهمه في التنميه الاقتصاديه ورياده الاعمال هو ما تسعى اليه السلطات المعنيه من خلال مختلف برامج الدعم الممنوحه في انتظار المزيد من الرعايه والاهتمام.